لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور قريبان، كنتكم بخير؟ الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. قبل بغيت نسولك واحد السؤال. مؤخرا عندي 20 يوم وكان جمعة، توفى لنا الوالد. الله أكبر، عظم الله أجركم لله، الله يرحمه. أمين أمين، نمشي معك بس. وبغيت نسولك على العدة، على قبل الوالدة، شنو حيث قلبنا شفنا التساوي في الانترنت وهذاك، ما عرفنا ما عرفش بالضبط الوالدة شنو دير. أيها لله أيها لله. وثاني حاجة عرفك بغيت شي دعوة الخير للوالد والعائلة ديالنا من الإخوان والوالدة ديالنا، يا رب ما يخليها لنا يا رب يا لله. لا إله إلا الله، وشكرا بزاف. العفو بنتي حنان، لا إله إلا الله، إن لله وإن إليه راجعون. ملي كيوقع شي وفاة ديال الأحبة والأقارب، الإنسان ديك الساعة كيكون واقف أمام المشهد، أمام الحقيقة ديال الدنيا، بأنها قصيرة وبأنها غرارة، وأن ذاك ربي عز وجل كيجعل الموت واعظ، كفى بالموت واعظة. الله سبحانه وتعالى جعل لنا واعظين في هذه الحياة الدنيا، واعظ صامت وواعظ ناطق. أما الواعظ الناطق فهو القرآن الكريم، وأما الواعظ الصامت فهو الموت، إن لله وإن إليه راجعون. أما عن العدة بنتي حنان، فالمرأة تعتد بنفسها 4 أشهر و10. ربي عز وجل جعل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي 4 أشهر و10، وكتحسبها بالشهور القمرية، الشهر العربي راه هو نقص عن الشهر الفرنسي بثلاث أيام أو 4 أيام حسب دوران الشمس والقمر. وهذه المدة ديال 4 أشهر و10 أيام، اللباس الأبيض هو عرف، المرأة كتلبس اللباس الأبيض من باب العرف، وإلا المشارقة والخليجيين كيلبسوا الأسود، هو غير عرف، والعرف معتبر، وأمر بالعرف باش الناس يوقروا هذه المرأة ويحترموها ويعرفوا بأنها في حالة حزن. والمرأة تحفظ ذكرى زوجها، كتحاول دائما تبتعد عن كل مظاهر التزين واللباس الأنيق اللي فيها الألوان والعطور والمكياج وغيرها، كل هذا كتبعد منه المرأة. لا بأس أنها تشاهد التلفاز إذا كانت أخبار أو وثائقيات أو غيرها، ولا تضغط على نفسها. بعض النساء كيضغطوا على نفسهم فيصابون بما يسمى باكتئاب بعد فقدان الزوج. كاين واحد المرض كيتسمى اكتئاب بعد فقدان الزوج، خصوصا النساء اللي كيبقاو يبالغوا في القيود. الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تحفظ ذكر زوجها وتحافظ على تقواها وتؤدي الصلوات الخمس وتدير الأذكار وتقرأ القرآن الكريم وتعيش مع وليدتها وبنيتها هذه المدة كلها لحفظ ذكر الزوج وتحصين الرحم. الرحم ديالي يبقى بعيد على الرجال، تتكمل 4 أشهر و10 أيام. إلا كانت بقى مرة بقى شابة صغيرة لها الحق في أن تتزوج مرة ثانية، إلا كانت مرة كبيرة كتحضن وليدتها وكتعيش مع ذكر الزوج، والله يبارك لكم أجمعين. فأسأل الله تعالى بنتي حنان، الله يرحم الوالد، الله يوسع عليه الرحمات، الله يسكنه فسيح الجنات ويجعله في أعلى عليين. وهذه فرصة أيها الأحباب الكرام، ندعو لكل أمواتنا، كل واحد يستحضر الأموات ديولو، الوالدين والأحباب والمقربين والجيران. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا لطيفا بعباده، يا من كتب على نفسه الرحمة، نرفع أكف الضراعة إليك خاشعين متضرعين متدللين. اللهم ارحم جميع أمواتنا في هذا اليوم العظيم، اللهم ارحم جميع أمواتنا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم يا رب العالمين اجعلهم ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم، واجعلهم يا رب من الذين
أنعمت عليهم بالنظر إلى وجهك الكريم، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وأنزل عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان، واحفظهم يا رب من أكل الديدان، واجعلهم يا رب من المنعمين، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارحم أمواتنا وأصلح أحياءنا. اللهم يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين، اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين، اللهم وفقنا للخيرات. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور قريبا، نتمنى بخير. الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. قبل بغيت نسولك واحد السؤال. مع مؤخرا عندي 20 يوم وكانت جمعة، توفى لنا الوالد. الله أكبر، عظم الله أجركم لله، الله يرحمه. أمين أمين، نمشي معك بس. وبغيت نسولك على العدة، على قبل الوالدة، شنو حيت قلبنا شفنا التساوي في الانترنت وهذاك، ما عرفش بالضبط الوالدة شنو دير. أيها لله أيها لله. ثاني حاجة عفاك، بغيت شي دعوة الخير للوالد والعائلة ديالنا من الإخوان والوالدة ديالنا، يا رب يخليها لنا يا رب يا لله. لا إله إلا الله، وشكرا بزاف. العفو بنتي حنان، لا إله إلا الله، إن لله وإنا إليه راجعون. ملي كيوقع شي وفاة ديال الأحبة والأقارب، الإنسان ديك الساعة كيكون واقف أمام المشهد، أمام الحقيقة ديال الدنيا، بأنها قصيرة وبأنها غرارة، وأن ذاك ربي عز وجل كيجعل الموت واعظ، كفى بالموت واعظة. الله سبحانه وتعالى جعل لنا واعظين في هذه الحياة الدنيا، واعظ صامت وواعظ ناطق. أما الواعظ الناطق فهو القرآن الكريم، وأما الواعظ الصامت فهو الموت. إن لله وإن إليه راجعون. أما عن العدة بنت حنان، فالمرأة تعتد بنفسها 14 شهر. ربي عز وجل جعل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي 14 شهر، وكتحسبها بالشهور القمرية. الشهر العربي راه هو نقص عن الشهر الفرنسي بثلاث أيام أو أربع أيام حسب دوران الشمس والقمر. وهاد المدة ديال 14 شهر، اللباس الأبيض هو عرف، المرأة كتلبس اللباس الأبيض من باب العرف، وإلا المشارقة والخليجيين كيلبسوا الأسود، هو غير عرف، والعرف معتبر، وأمر بالعرف باش الناس يوقروا هذه المرأة ويحترموها ويعرفوا بأنها في حالة حزن. والمرأة تحفظ ذكرى زوجها، كتحاول دائما تبتعد عن كل مظاهر التزين واللباس الأنيق اللي فيه الألوان والعطور والمكياج وغيرها، كل هذا كتبعد منه المرأة. لا بأس أنها تشاهد التلفاز إذا كانت أخبار أو وثائقيات أو غيرها، ولا تضغط على نفسها. بعض النساء يضغطوا على أنفسهم فيصابون بما يسمى باكتئاب بعد فقدان الزوج. كاين واحد المرض كيتسمى اكتئاب بعد فقدان الزوج، خصوصا النساء اللي كيبقاو يبالغوا في القيود. الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تحفظ ذكر زوجها وتحافظ على تقواها، وتؤدي الصلوات الخمس، وتدير الأذكار، وتقرأ القرآن الكريم، وتعيش مع وليدتها وبنيتها هذه المدة كلها لحفظ ذكر الزوج وتحصين الرحم. الرحم ديالي يبقى بعيد على الرجال. تتكمل 14 شهر. إلا كانت بقى مرأة بقى شابة صغيرة، لها الحق في أن تتزوج مرة ثانية. إلا كانت مرأة كبيرة كتحضن وليدتها وكتعيش مع ذكر الزوج، والله يبارك لكم أجمعين. فأسأل الله تعالى بنت حنان، الله يرحم الوالد، الله يوسع عليه الرحمات، الله يسكنه فسيح الجنات ويجعله في أعلى عليين. وهذه فرصة أيها الأحباب الكرام، ندعو لكل أمواتنا، كل واحد يستحضر الأموات ديالو، الوالدين والأحباب والمقربين والجيران. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا لطيفا بعباده، يا من كتب على نفسه الرحمة،
نرفع أكف الضراعة إليك خاشعين متضرعين متذللين. اللهم ارحم جميع أمواتنا في هذا اليوم العظيم، اللهم ارحم جميع أمواتنا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم يا رب العالمين اجعلهم ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم، واجعلهم يا رب من الذين أنعمت عليهم بالنظر إلى وجهك الكريم. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وأنزل عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان، واحفظهم يا رب من أكل الديدان، واجعلهم يا رب من المنعمين، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارحم أمواتنا وأصلح أحياءنا. اللهم يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين، اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين، اللهم وفقنا للخيرات. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.